السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ معكم محمد أولاني، رجعنا لكم مقطع جديد من ببجي موبايل. جبنا لكم مقطع جلد من الآخر، تقدرون تقولون حظ واحترافية بنفس الوقت، ونهاية مش ممكن. المهم نخليكم مع الفيديو، ولا تنسونا من الاشتراك والقناة، ولا تنسون زر اللايك ونشر الفيديو. مشاهدة ممتعة. تسعكم من الكويت؟ ها حبيبي. لا لا بالعرب. ايه بس ليش حاط علم من الكويت؟ اسكت في دراجة. الله يقطع. الله يسامحك. نحن ضربنا وين الحاويات صح؟ ايه سيارة وبيلو واحد وقت مسلح احنا ما عندنا. هاي شوف 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 والله ما شيء شيء. عنده طلقة واحدة. روح روح للحارة قبل، روح للحارة قبل. ما له بوصل هني. كبويها كبويها. حاويات حاويات ترى ما نلحق يا خوي. لا بمر على خوية خوية. روح روح حتى الحاويات. حاويات. أوكي يلا روح. هاي شبينا عمي ما نعجبك؟ اي مو مثلك بشارة انا ربك. اي يا ابو يا عينكم انا والله 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 ايكم لا بنشر سيارتك يلا يا عينك. كيف هذا عنده مسدس؟ هذا عنده في اس اس. تيم 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 عند الجسر اثنين هم اثنين في بعض قدام من زي الكمين دربكم خط واحد فوق طلع عندهم دور قدام قدام بعض زي الكمين. والله تعال تعال حقيت الكرة يا رقم اربعة بتشوي بند المي شوف ثمانية اوم حلو جاهز يا سيارة كل يوم عندي داخل 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 طفر 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 اي ناب راح يطلع والله محتاج دم وكف وجابوا لنا دم خلاص ما عنده طلع
بس واحد هو ترى، ليش ما نبوش لشباب راح يشمر لنا نيدان؟ هذا هذا دمسته 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 جوا جوا يا با يا با بشركم سكوات ثاني. والله باقي شوية اللي فوق، باقي شوية تبلة. بعد واحد، بعد واحد يمكن. ايه نزول تصار عنده ييب ييب يا رايحة يا جاي ابو ظبي عالي شراعي اشتوبت مالي يمكن اكو عندي هذا ما ادري شو ما وقع والله دمسته صفر في صناديق تحت سيارة سيارة سيارة, سيارة. ولا هم روحهم جت سيارة لا تصعد فوق أحسن ترابي زازونا بالبيت بالبيت الثاني دخل داخل بيته روحه هذه الحالة بالبيت الثاني هذا بالا جلت السيارة بالله سيارة 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 دور دور بل بل والله وصل هتكلم طلع يطلق عليه منو في واحد عند الحصة تعمل لهم هم 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 يا حبيبي يا وين انا ما ادري وين انا عاد انا وين ورا الحصى ايش انت شفت ورا الشجره انا ورا الحصى كيف عقلي ما اعرف شيله 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 خلي 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 هذا قبال عقا عقا في واحد ثاني جاي ها عند الخلاط يسارك 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 بل هفني دي على اليسار قم 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 بل بيفو ايش حندمك بسرعة في واحد اظن يعني عند الجيره ولا اللي بين حصه هذا بالنفق جوا جيب السياره سد البوابه من انت الموضوع صديقي جيب البوابه السياره وراك جيب السياره
لا خلي 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 دخل زون وديت هاي 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 كل الزين اجرى ان شاء الله اجي منه اقول لك روح الحين روح عند صندوق صندوق شل الحبوب وخلي عندك من السود زون بدأ ترى يا عم كفونا بالله هسه والله قام يكبرون بالله عم يطلعون افتح العام افتح العام افتح العام افتح العام يا اخي ما حيسولف هو اقول لك شوف شوف كل صندوق شوف في حبوب عق الرصاص كله وشل الهيل اللي عندك الو جماعتكم محصورين بالنفق مو وهذاك اللي عند الاشاره لازم بعد يسكت علمين علمين براي براي هذا حط حط الاشارة الثانية هناك بعد ما تستفاد من سلاح ابقى بالنص بالنص ابقى بالنص 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 على ما تدمج من البداية ما يقدر يطلع والله ما يقدر ما يقدر هذا اول واحد راح اضرب اضرب دم اضرب دم اضرب اضرب الثاني اضرب الثالث اضرب اضرب يا يا ولا قجعل الباب بالنفق اضرب اضرب لا خليك تفر لا 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 بس استسوا والله والله استسوا على ما اتمنى ان الفيديو عجبكم لا تنسونا من لايك واشتراك في القناه ونشر الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته